بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. في وصية الإمام عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله، أو أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم. إن هذه الكلمة نظم أمركم، كما تحدثنا بالأمس، تمثل الخط الإسلامي الحضاري الذي يريد للأمة كلها أن تعيش في نظام متكامل، بحيث يتكاملون في إنتاج القضايا الكبرى للمجتمع، فيأخذ كل واحد منهم دوراً بالدرجة التي لا يلغي فيها دور الآخر، بل تتكامل الأدوار في خط المنهج الذي يحقق النتائج. وعلى هذا فلا بد للأمة أن تتعاون في حفظ النظام، يعني في حفظ نظام حياتها. فلا يشعر الإنسان بالجانب الفردي في تصرفاته، بل لا بد من أن ينظر علاقة تصرفه بالجو العام. مثلاً عندما تطرح في هذه الأيام على مستوى العالم مسألة حماية البيئة، والمقصود من حماية البيئة هو إنقاذ البيئة، الهواء والماء وكل المواقع التي يعيش فيها الناس، إنقاذها من كل ما يؤدي إلى قتل العناصر الحية وإبادتها بالطريقة التي بحيث تؤثر تأثيراً سلبياً على الواقع، أو إنقاذ البيئة من كل العناصر التي تنشر الأمراض والتي تؤثر تأثيراً سلبياً على المسألة الصحية. وهكذا في كل المجالات. مثلاً من الأمور التي وردت عندنا أن الإنسان مثلاً إذا نزل إلى الماء، نهر الأنهار أو بركة من البرك، الذي بس ليس للإنسان أن يتبول في هذا الماء. في الحكي في بعض الأحاديث: إن للماء أهلاً فلا تؤذوهم، سواء الناس اللي بيجوا يشتقوا من الماء أو اللي العناصر اللي هي الحية اللي تعيش في داخل الماء.
مثلا افرض الان ايضا في الانهار هناك ثروه سمكيه يتعايش بها الناس، لا يجوز لنا من ناحيه شرعيه ان نضع في الانهار بعض السموم او بعض الاشياء التي تقتل الثروه السمكيه. مثلا الان بالمستوى الاقتصادي العام ما بيجوز الا في هالمجال انه البحر، انه تجي مثلا سفينه كبرى من سفن النفط وتجعل يعني تؤدي بعض الخلل فيها الى ان ينتشر النفط في البحر كما عم يحدث بين وقت واخر، لانه راح يموت ملايين السمك من خلال هذا الشيء. والسمك صحيح بعض الناس يقول ما حدا بيملكه، لكن الامه تملكه. الله خلق السمك كطعام للناس، اولا طعام للناس وطعام لبعض البعض. كيف عم يعيش السمك؟ طبعا السمكة الكبيرة بتاكل السمكة الصغيرة. الله جعل يعني نظام في هذا العالم ما بيجوز شرعا. مثلا الان من الامور التي ايضا لابد ان نلاحظها الان مسألة النفايات. كل واحد من عندنا يريد مثلا ينظف بيته، وين بيخلي الزبالة؟ في الشارع. وغالبا هم ما في حدا، حتى الدولة حتى البلديات، بحيث انها يعني هذه التي توضع فيها النفايات مغطاية وبشكل يتعاون الأهالي اللي بيرموا النفايات بالأجهزة الصحية بالبلديات في سبيل مراقبة أن هذه النفايات تكون الآن حنشوف الروائح التي تنتشر في الجو والميكروبات والحشرات التي هي تأتي وتنتج المرض. من يتحمل مسؤوليته؟ كلنا نتحمل. احنا بدنا ننظف بيتنا، لكن باليوم الثاني او الثالث بدنا ناخذ اولادنا للمستشفى، لانه احنا مش الا كل واحد، المجتمع، لانه ملأنا الشوارع ميكروبات، وهي الميكروبات افرزت عناصر من الحشرات التي تؤدي إلى نشر الأمراض فيما بيننا. هذا شيء طبيعي، هذا المعنى. وهكذا على مستوى الدولة الآن في كثير من الحالات المصارف الصحية هذه تنفتح نتيجة عدم الدقة في مجاري الأنهار وفي مجاري المياه المصارف الصحية، وإذا ينفتح لك كذا، وإذا على النهر اللي بيشربوا فيه الناس وبيغسلوا فيه الناس وكذا، وإذا اختلطت الماء بالمصارف الصحية، وإذا شوف رائحة الماء بشكل آخر. هذا بالإضافة إلى أن بعض الناس يمكن يرمون نفاياتهم بالبحر أو بالنهر أو بهالمسألة. هذا شيء موجود إحنا عندنا في الواقع. حتى أنا الأمور اللي كنت منبه عنها كثير، مثلا الآن صار عندنا مظاهرة أو صار عندنا إضراب، شو بنعمل؟ نحرق دواليب حتى الناس ما بتمر، أو حتى الدواليب تكون تعطي حالة احتجاج. مليح، دواليب شو بتعمل؟ أولاً تملأ الجو بهذا الدخان، مش دخان عادي،
دخان في زفت ودخان في ما هذا رح تنتشر، رح يعني تلوث البيئة كلها. بالإضافة إلى أن واحد إذا عنده زجاج نوافذ يصير بشكل يشود لونهن، إذا كذا هذا الناس تصير تتنفس دخان، تتنفس زفت، وهذا يأثر تأثيرات كبيرة. والله شو بدنا نطلع مظاهرة؟ ليه أطلع مظاهرة؟ بدك تقطع الشارع مش تحرق دوالي، عمل لك حواجز إذا كان هناك مصلحة. مع أنه بالحضارة حضاريا ما حد له حق يغلق الشارع إلا في حالات الضرورة القصوى. سكر شارع ما بيصير، شارع مش إلك ملك الناس. نعم إذا كان في أخطار، كان في فوق العادة ذاك شيء آخر، هذا حالة استثنائية، بس بالشكل الطبيعي ليس لك ذلك. فمثلا الآن من الأمور التي حكومات تصدر قوانين، مثلا في أيام التوالد للطيور ما بيصير الناس تصطاد. ليش؟ لأنه هاي ثروة الطير، ثروة حيوانية إلها تأثير أولا على الجانب الغذائي للناس، ولها تأثير أيضا على جوانب أخرى تتعلق بطبيعة الزراعة وما إلى ذلك. لو فرضنا إحنا في أيام التوالد كل واحد يصيد، هم الصيد غالبا مزاجي، يعني مش واحد يصيد حتى يأكل لحم طير، مش تأسك مثل الأطفال كيف هيك لما بيشيل المفرقعة ويربيها هيك صوت المفرقعة يستأنس. أيضا واحد لما يقتله حيوان ويصيبه صار عنده انتصار، مع أنه إحنا بالإسلام أيها الأحبة الصيد فقط من أجل حاجتك الغذائية، أما هذا صيد اللهو، يعني أنت تريد تصطاد حتى هيك تنفس عن نفسك، بدك تعمل رياضة، بعضهم بده يعمل رياضة لأن الصيد بيجعله يركض حتى يشوف الطريدة ويركض من هون حتى يصوب هذا البندقية وما إلى ذلك. بعض الأحاديث تحرم صيد اللهو، ورد بعض الناس يصطاد ويكبه لأنه ما بده يأكل، ورد يقول الإنسان حتى لو كان مسافر صيد اللهو بده يتم مثل سفر المعصية. ليش؟ لأنه الله يريدنا نحافظ على الثروة الحيوانية. أنت عندما تصطاد كل هالطيور في موسم التوالد والتكاثر معناه ما راح يجي جيل جديد من الطيور، فالثروة راح يبقى هذا الجيل وراح يقتل طبعا بعد الجيل الثاني، يمكن الآن يصير إبادة. فتتدخل أنت الآن في إهلاك هذه البيئة، لأن الطيور هي جزء من البيئة اللي تتكامل مع كل المخلوقات اللي هي موجودة هنا وهناك. لذلك بالعالم الآن مثلا مش بس الطيور، بالنسبة إلى كل الحيوانات خصوصا احنا عندنا جماعتنا ناس يصطادوا طير، هناك يصطادوا الكثير من الحيوانات اللي تتمتع بفراء، هذا غالي بحيث انه يخيطوه ويبيعوه بأثمان اللي تسمعوا فرو مال، بحيث من تأخذ الممثلات وتأخذ الشخصيات الكذا وما إلى ذلك.
هؤلاء يروحوا يصطادوا صيد فيلة صيد وهكذا. الآن صارت الدول تعمل قوانين قاسية حتى لا تباد هذه الحيوانات، لأن هذه الحيوانات أيضا إلها صلة بالبيئة العامة للحياة. كل حيوان إلى خصوصية، لا تتصور إحنا مثلا نشوف بعض الحيوانات مفترسة إلها خصوصية، حتى الحشرات هذه الذي هي موجودة بالبساتين وبكذا، هاي الحشرات إلها دور في كثير، لأن بعض الحشرات تجي ضد بعض الحشرات ولذلك قد تنقذ الزراعة. هذه فلذلك المفروض إحنا هالعالم كله نتقيد فيه، يكون في نظام صحي. لا تفكر أنت ذاتياً، فكر أنت بأن عملك كيف ينعكس سلباً على المجتمع كله، كيف تسيء للمجتمع. ولذلك كل الأمور اللي هي تنشر الأمراض وتحطم المجتمع هي هذه المفروض أنه الإنسان يمتنع منها. يعني مثلاً الآن مجتمعنا رجالاً ونساءً مجتمع مدخن، التدخين بإجماع أطباء العالم مش موضوع فلان يفتي وفلان ما بيفتي، حتى واحد يقول أنا مقلد فلان ومش مقلد فلان مش هيك، هاي اللعبة الموجودة عند كثير من الناس صارت لعبة مش تكليف شرعي. ليه دخان مؤكد الآن بالعالم كله دخان يعمل سرطان، سرطان رئة، سرطان حنجرة، سرطان فم، إلى غير ذلك من الأمراض. وهذا إجماع عالمي. ولذا الآن بالغرب منعوا التدخين في الأماكن العامة، في المقاهي، في المطاعم، في الملاهي، ممنوع. هذا لنسيء للناس. وربما أيضا بدأوا يمنعون الدعاية للدخان، وإحنا بنلاحظ بالتلفزيونات عندنا يعملوا ترغيب للدخان ويكتبوا أن وزارة الصحة تقول أن هناك أضرار مميتة. إذا مميتة كيف تعمل له دعاية أنت؟ تعمل دعاية للموت؟ شو التناقض يعني بالموضوع؟ ثم في شيء آخر، الدخان يلوث البيئة. أنت الآن لما تكون قاعد بمجلس مثل مجالس التعزية أو الحفلات أو عندك بالبيت أنت وعندك ضيوف، هذا الدخان لما يتعالى فضاء البيت أو فضاء الحسينية أو فضاء النادي أو ما إلى ذلك، هذا عندما يتعالى معناها نفس الأثر الذي هو يأثر في صناعتك يأثر بالمجتمع، يصير كأنك ترش السرطانات ترشها بالمجتمع. ولذلك المدخن في المجتمع عنده جريمتين، الجريمة الأولى في حق نفسه والجريمة الثانية في حق الناس اللي حواليه. أنت ما بتدخن، لكن عندما تجلس مع المدخن هو أنت نص تدخينه بيدخل لرأتك، أنت عم تدخن بدون بشكل غير مباشر. ولهذا المدخن يمارس جريمة في حق الناس، خصوصا بالنسبة للأطفال، لأن الأطفال يلتقطوا هذا الميكروب، يلتقطوه بشكل عادي وما في عندهم مناعة ضد هالشيء هذا.
وأخطر من هذا أو من الخطر المرأة الحامل للدخن، لأن هذا عندما تدخن المرأة الحامل الجنين وهو في رحمها بدخن، فإحنا يعني معناه المرأة الحامل لما بتدخن هي معناه تعطي جرعة من هذا الدخان اللي يسبب السرطان للطفل. أي جريمة هيك؟ جريمة. العالم الآن يتجه أيها الأحبة يتجه إلى تحريم الدخان على الطريقة اللي يحرم فيها المخدرات. بدأ الاتجاه في العالم، مش عالمنا أحنا، هذه المسألة. فهو أنت لما تدخن في المجتمع، في بيتك، في أي مجتمع، أنت تلوث البيئة وتساهم في تنمية الأمراض التي تحصل من هذا ومن ذاك. ولذلك المجتمع لابد أن يتكافل ويتضامن في حفظ النظام الصحي للمجتمع ونظم أمركم، بحيث النظام الصحي حاط كل عمل تعمله من خلال حاجتك الذاتية عليك أن تفكر هل يسيء للمجتمع أو لا يسيء للمجتمع، لأنه إحنا ما عم نعيش كل واحد لحاله، عم نعيش مع الناس. أنت عم تعيش مع عائلة بالبيت، مع زوجتك، مع أولادك، تعيش مع جيرانك بالمنطقة، وهكذا. لازم أيها الأحبة كما قلنا بالأمس، الحضارة تجي هنا. الشخص المتحضر هو الشخص الذي لا يحاول أن يسيء إلى غيره. الآن العالم، هذه مش نحكيها بشكل فردي، الآن العالم قضية التلويث الفضاء أصبح مشكلة عالمية خطرة، لأنه المصانع، دخان المصانع، إفرازات المصانع لوثت الفضاء تماماً، بحيث أن الفضاء بعد ما في صفاء. حتى أنا يعني تحدث عندنا بعض الفلكيين، يعني لما يحكوا أنه الرؤية جايين شهر رمضان عيد بعد هذا، وجاي الجدل إمتى العيد وإمتى هذا، يقولوا أساساً الرؤية أصبحت مش دليل. لو جاءنا 100 شاهد قالوا شفنا الهلال، يمكن ما شايفين الهلال. كيف؟ يقول لأنه هذه يعني إفرازات المصانع وغيرها جعلت هناك في الفضاء الغبار الذي يلمع، في غبار بيلمع، يعني الناس بتشوف 20 هلال بس مش هلال، اللمعات. مثل ذاك يقولوا باب طريلكم الجو شوية، يقولوا في واحد ابن عمره 8 سنة كل سنة بيجي يشهد بالهلال، أول الشهر بيشهد وآخر الشهر، وضع الصحي مش هيك. شو اكتشفوا بعدين؟ أنه هو باعتبار حواجبه بيضاء، في حواجب طويلة، وهو أول ما بيطلع بيشوف لمعة الشعرة البيع الحاجب، فيشوف أنه شاف الهلال ويجي يشهد شاف الهلال معنا. فمقصود تلويث البيئة أصبح يأثر تأثير سلبي في الفضاء كله، حتى أنه يقولوا في خطر على الكرة الأرضية كلها صار من خلال الغلاف الجوي ومن خلال أشياء، حتى أنه أصبحت المسألة الآن هذه المناطق القطب بدأت هاي الثلوج اللي هي أزلية أو كذا بدأت تذوب نتيجة ارتفاع حرارة الأرض من خلال هالشيء. لذلك هذا كله
يعني يكون حافظ على نظام الكون. الله أعطانا كون صافي نظيف لطيف، إحنا نعم نلوثه، وأعطانا أيضا كذلك أرض نقدر تنتج لنا الغذاء وتنتج لنا الماء وتنتج لنا، بس إحنا عم نلوثها. وهذه إحدى الأمور التي نبه عليها الإمام علي عليه السلام، ونظم أمركم، يعني النظام الذي يحفظ البيئة ويحفظ حياة الناس في هالمجال. بس أين نحن من أمير المؤمنين؟ وين أمير المؤمنين؟ موجود عندنا؟ نعم، الناس خذلوه حياً وزاروه ميتاً. من هذا؟ هذا الإمام علي. أنا مراراً كنت أقول على طريق النكتة أن الإمام علي لو ترشح للانتخابات ما بيحصل أصوات، لأن الناس ما بتطيء الإمام علي ولا تطيء نص الإمام علي. الناس تطيء اللي بيلعبوا على أكثر من حبل، الناس تطيء اللي بيغشوهم، الناس تطيء اللي بيستغلوهم، بتشتمهم وتمشي وراه. مش هيك في الواقع السياسي والاجتماعي وحتى الديني عم يمشي بهالطريقة؟ ولذلك الإمام علي عاش الغربة في حياته، ويعيش الغربة معنا حتى ونحن الذين نحبه ونواليه، ولكن حب من بعيد مش حب من قريب، والحمد لله رب العالمين.